حكم تعطيل الإحرام للعمرة أو الحج يكره، يكره أن تعطل الإحرام للحج أو العمرة. نعم، لا هو يتعطر نفسه، يتعطر نفسه الرسول عليه السلام والمحرم يتعطر في قبل الإهلال. قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لإحرامي، فخرج وبئس الطيب في رأسه، وبئس الطيب في رأسه، لكن بعد الإحرام لا يتعطر. قد جاء يعلى بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمقا بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب.